آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية من عمان، مرحبا بك آية، وأطرح عليك نفس التساؤل من خلال متابعتك، ما هي أبرز ما هو شكل اللمسات النهائية لانطلاق الاقتراع بالغد ورهانات هذا الاقتراع بالنسبة للمصريين في الأردن؟ نعم، تحياتي لك دينا. يعني هناك فعلا يوجد يعني مبدئيا واضح بأنه سيكون هناك إقبال كبير من الجالية المصرية للمشاركة في العملية الانتخابية يوم غد. طبعا بداية دعيني أقول لك بأن السفارة المصرية تتواجد في منتصف العاصمة عمان، وأيضا هناك القنصلية العامة التي تتواجد في جنوب الأردن في مدينة العقبة بالتحديد. يقدر تقريبا عدد المصريين المتواجدين في الأراضي الأردنية إلى ما يقارب 800,000 مواطن، أغلبهم يتواجدون في محافظات الوسط ومنها العاصمة عمان وأيضا محافظات الشمال. بالتالي سيكون متاح لهم بأن يقوموا بالإدلاء بصوتهم من خلال السفارة المصرية في العاصمة عمان. بحسب السفارة المصرية طبعا قمنا بالتواصل معهم وأخبرونا بأن هناك العديد من التسهيلات التي تقوم بها السفارة من أجل يعني قدوم المواطنين إلى مقر السفارة. سيكون هناك حافلات مخصصة من أجل نقلهم، وأيضا يعني قامت السفارة بدورها خلال الفترات الماضية إلى عمل فيديوهات إنفوغرافيك وأيضا دعوات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعريفهم بعملية الانتخاب وكيفية الإدلاء بالصوت إن كان هناك بعض الصعوبات. نحن نتحدث أيضا يعني دينا عن يعني شريحة من المصريين من كبار السن، بالتالي السفارة قامت بتأمين يعني احتياجات كبار السن من أجل يعني وصولهم إلى مقر الانتخابات أو إلى قاعة الاقتراع بطريقة ميسرة وسهلة. يعني السفارة تقوم بتسيير كافة يعني الاحتياجات والخدمات للمواطنين المصريين من أجل أن يكون هناك تسهيل في عمليات الانتخاب. يعني غدا في 9 صباحا سيكون يعني افتتاح يعني المقر الانتخابي، ومن المتوقع بأن يكون هناك يعني جالية كبيرة، خاصة بأننا نتحدث عن يوم الجمعة. الأغلبية من المصريين الذين يتواجدون في المحافظات من المتوقع بأنه يكون بعد صلاة الجمعة يكون هناك العدد الأكبر من المواطنين المتواجدين في السفارة في العاصمة عمان، وأيضا الجالية الأخرى المتواجدة في جنوب الأردن والتي سيتاح لها بالانتخاب من خلال القنصلية العامة في مدينة العقبة. طبعا السفارة المصرية بدورها تتواصل أو على تواصل دائم مع المواطنين المصريين إن كان هناك أي صعوبات، تقوم السفارة بتسهيل هذه المهمة. وطبعا يعني هناك متابعة مكثفة ومستمرة خلال الساعات الماضية وحتى اليوم، وهناك التجهيزات النهائية التي قامت بها السفارة من أجل أن يكون هناك الاستعداد التام للعملية الانتخابية غدا والتي ستستمر لثلاثة أيام. نعم دينا، شكرا جزيلا لك يا آية السيد، مراسلتنا من عمان الأردن.